طبعا احنا داخلين على شهر رمضان واسئله بتجيلنا انا كتير على موضوع الصيام لمريض السكر في شهر رمضان. طبعا في ناس مرضى السكر ممنوع عليهم الصيام في شهر رمضان، المرضى من النوع الاولاني، السيدات الحوامل اللي عندهم سكر حتى لو كان السكر من قبل الحمل، اللي ماشيين على انسولين سواء كانوا متظبطين او مش متظبطين ما يفضلش ليهم الصيام. في جزء من المرضى ممكن يكون لهم صيام جائز، اللي هم ماشيين على تنظيم اكل فقط فدول ممكن ان هم يصوموا، او اللي ماشيين على بعض الادويه زي ماده الميتفورمين زي الجلوكوفاج مثلا وبعض الادويه الحديثه زي الجانومات والجالفاسميت والحاجات دهيت، دولت العينين دولت ممكن ان هم يصوموا. في بعض الادويه الثانيه المشهوره زي الاماريل والدوانين والحاجات دي ممكن انهم يصوموا بس يتعمل تعديل على جرعات الدواء. مهم كمان ان العيان يتسحر على اخر وقت وياكل كميه كربوهيدرات كويسه في وقت السحور. طبعا تنظيم الاكل مهم جدا، ما يزودش فيه الحاجات الحلوه او يمنحها في الاساس. شرب الميه مهم جدا خاصه في فتره السحور، لان طبعا الجو هيبقى حر في اثناء الصيام فهنحتاج لكميات ميه بشكل كبير. طبعا كل دوت ان انت تستشير الدكتور بتاعك في الاول وفي الاخر، لان طبعا كل عيان بيختلف عن العيان الاخر. وكل سنه وانتم طيبين وصيام سعيد ان شاء الله.